بتشوفي ازاي استاذه فريده اعمال التطوير اللي بتشهدها محافظه الاقصر، وهي طبعا يعني من اكبر واهم المدن السياحيه والمحافظات السياحيه في العالم كله، بتشوفي ازاي اعمال التطوير اللي موجوده هناك دلوقتي؟ بشوف انها يعني رؤيه فعلا طموحه وصائبه، يعني مظبوطه انه ده بيشتغل لان دي بلده. يعني انا رايي ان الدكتور مصطفى مدبولي من احسن رؤساء الحكومات اللي جت في مصر الحقيقه، وعنده نفس المنهج بتاع الرئيس، المتابعه، عارفه يعني كتير تلاقيه في الشارع وبيتابع، واحنا محتاجين المتابعه دي، هتقعد فتره لان لو ما تابعناش هننام تاني ونتنكب تاني. فلا، الحمد لله ان احنا عندنا قاده صحيين وبيتابعوا في كل المجالات. فالنهارده لما تيجي انت يعني الرئيس الوزاره يعني يسهر على انه يرجع تاني الاقصر قبله من للسياحه ويرجع يخليها يعني مركز جذب، لانه مش قادر اقول لك الحضاره المصريه. انا لما كنت بره كان ايام المتحف بتاع توت عنخ امون، كان الدكتور اللي كنت بروح له كان زعلان لانه طلب تذكره فهيدخل بعد شهرين. تخيلي متحف توت عنخ امون. فشوف احنا عندنا كام حاجه طبعا مبهره طبعا، واحنا دي ميزه بنتميز بيها على العالم كله على فكره، لان ما فيش حضاره ولا في اثار زي اللي في مصر زي حضارتنا ولا طبعا زي اثارنا. ده حقيقي. طيب رئيس الوزراء برضو تفقد هو واعضاء من الحكومه عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في قريه الدير في مركز اسنا في اطار المشروع القومي لتنميه الريف بالزبط المصري ضمن المبادره الرئاسيه بالزبط حياه كريمه. بتشوفي ازاي اهتمام الدوله بهذه المبادره اللي بتتنفذ طبعا في قرى كثيره جدا في قرى مصر؟ شوفي هقول لك على حاجه، لما انت تاخدي 58 مليون مصري تخلي حياتهم حياة كريمة، انت بتعملي معجزة طبعا، بتعملي معجزة جديرة بالاحترام وبالتشجيع وبالمؤازرة وبانك تقفي ورا اللي بيعملوها يعني. فالنهارده النهارده لما تيجي تلاقي ان انت عندك مثلا 1.5 مليون فدان المفروض، يعني عندك مزارع سمكية، عندك مصانع توطين الصناعة هنا، يعني عندك دلوقتي مصنع للقاحات، عندك مصنع للأدوية، عندك الاقتصاد الأخضر دلوقتي، إنه كل الزراعات اللي كنا مشهورين بيها ماتت في الفترة الأخيرة بترجع تاني. يعني أنت بترجع يعني في عملية بعث مصري يعني من الركام اللي كنا فيه الى ان احنا النهارده بنبص، والعالم كله على فكره بيعترف بده. يعني ده مش دعايه، انا ما بعملش دعايه لحد، ولا انت بتعملي دعايه ولا القناه بتعمل دعايه، القناه بتوري، بتروح على الموقع وتوريكي ايه اللي بيحصل. يعني فالنهارده الطفره دي اللي العالم كله بيشهد بيها، واللي فيه شهود من الامم المتحده كمان عصروا هنا وقالوا بشهاداتهم، لانه في ساعات حاجات ما تقدريش مهما كانت الادعاءات ومهما كان محاولات التشويه ومهما كان زي ما تقولي يعني الحملات المسعوره بتاع اعداء مصر ساعات بتقف طبعا. يعني ما تقدريش تقولي ان ما فيش ده. طب بتشوفي ازاي الدعم الرئاسي كمان غير المسبوق لتطوير قرى الصعيد في مصر واهتمامها اهتمام الدوله بشكل كبير باقامه مشروعات تنمويه تخدم اهالي الصعيد؟ طبعا ما انا بقول لك ده اللي هيخلي المواطن في الصعيد اولا يحس ان الظلم اللي كان واقع عليه، لان كان مهمل الصعيد، كان مهمل بشكل مرعب يعني، مع ان احنا اصلنا في الصعيد يعني في الاساس يعني. فالنهارده لما الرئيس بيهتم بالقرى بتاعت الصعيد وبالريف في الصعيد، ده في إطار اهتمامه بمصر كلها. والاهتمام بالصعيد انت عارفة زي ما يكون انت عندك كذا طابق يعني في الحياة اللي انت فيها، فكل طابق بيشيل التاني. يعني لو الصعيد ده مش مظبوط ومش عايش حياة كريمة، اللي وراه على طول هيبقى متخلخل
مش هيبقى كويس. المواطن بيحس بايه؟ يعني مردود اهتمام طبعاً. من اول رئيس الجمهوريه لرئيس الحكومه لباقي طبعا المسؤولين الوزراء بالمواطن في قريته الصغيره اللي ممكن هو فعلا عمره ما شاف مسؤول في الدوله جاي يزورها. طبعا لما يشوف النهارده رئيس الوزراء عمال بيتناقش معاه انتوا ايه واحتياجاتكم ايه ويسمع كلامه، لما المواطن يقول له خليكم روحوا في الصحراء في الظهير الصحراوي يعني اعملوا حاجات، يعني في حوار بين المواطن وبين القيادة، والاستجابة والاستماع والاستعداد النفسي بتاع القائد. احنا بنشوف حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقف في الشارع يكلم ناس، ومصطفى مدبولي كده الحقيقة، أنا يعني شفته مرة بيتكلم مش قادرة أقولك قد إيه بيستحوذ على ثقة الناس، يعني لأنه هو من نفس الخط بتاع الرئيس، يعني هو نفس الاتجاه ونفس المجهود ونفس الإيمان بأنه لما كل الحياة وكل الريف هيستعيد الحياة الكريمة ده إثراء لمصر.